مستمرين معاكم في تغطية مهرجان العلمين الجديدة. الحقيقة كل يوم فعاليات كتيرة جدا، أنشطة ترفيهية وثقافية وحفلات غنائية، وكمان كل يوم في فعاليات أكتر وأكتر، كل يوم المهرجان بيفاجئنا بيها. احنا دلوقتي موجودين في المنطقة الترفيهية ومعانا أسرة مصرية جميلة جدا، هيحكوا لنا عن أجواء المهرجان ويحكوا لنا أكتر هم يعني جم واتبسطوا إزاي ونعرف منهم أكتر. أتعرف بيكي؟ دكتورة هبة، ودي أول مرة أو تاني مرة في خلال شهر أجي هنا في المنطقة بتاعت العلمين، بس ما دخلتش قوي جوه إلا المرة دي كده. احكي لي بقى عن العلمين الجديدة وعن الجو والأجواء كمان اللي موجودة والفعاليات. هو طبعا المكان هنا تحفة، المباني حلوة قوي والشواطئ حلوة قوي. احنا جينا يعني انا دايما بسمع في الراديو على طول ان في هنا في فعاليات وفي مهرجانات وفي اكتيفيتيز كتيره لينا وللولاد كمان الصغيرين، فحتى ايفن كانوا بيوصفوا ازاي تروحوا الاماكن دي، فاحنا جايين على الوصف اللي هو لا هتفوتوا بعد امه، هتلاقوا في مسارح وفي فعاليات تقدروا تنبسطوا فيها وفي شواطئ حلوه قوي، فاحنا يعني جايين على الوصف عشان نشوف نكتشف بقى تعالى الاكتيفيتيز موجوده هنا. احنا بالفعل عندنا فعاليات كتيره جدا كل يوم من الانشطه، وكمان في حفلات غنائيه كلها بالمجان تبع وزاره الثقافه والشركه المتحده للخدمات الاعلاميه. حضرتك تقول لي يعني شاهدت ايه مثلا في الفتره اللي جيتوا فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعني انا بصراحه اكيد منبهر من الشهادة الاجواء اللي موجوده من اول ما دخلنا بصراحه من بعد الطريق، لا انا حاسس ان انا مش مصر، يعني حاسس ان الوضع مختلف، حاسس ان الشهادات مختلفه، حاسس النظام بصراحه لو كان مهم قوي ان هم يجوا معايا، بحس ان هم نكتشف ايه الموضوع، ايه الفعاليات، ينبسطوا، نضحي بيوم الاجازه ان احنا نيجي ونشوف ايه الفعاليات اللي بتتقدم. بس الاجواء اللي موجوده لا مشجعه بصراحه، يعني مسارح، بحر، ميه، انشاء، نظافه، نظام، لا الحقيقه يعني واضح ان الموضوع مشجع جدا. محتاجين فعلا نسال الاولاد ونشوف رايهم ان هم اتبسطوا. قولي لي بقى اتبسطتي في العالمين؟ عملتي ايه؟ لعبتي؟ شفتي ايه موجود في العالمين؟ في ماتش وفي لعب كده ملاهي، في حاجات كتير الصراحه مش عارفه اغلب عشان كده حلو. ممكن نسالك برضو قولي لي شفتي ايه في العالمين؟ يعني شفت حاجات كتير، مول حاجة بصراحة لطيفة جدا، هيكون ديزاين وحاجات جديدة. العالمين شخصيا في ألعاب كتير، وشايفة إن برضه في فعاليات ومسرحيات وحفلات كتير هنا. بصراحة المنظرة بجد حلوة أوي، فالجو جميل جدا وكفاية حلوة أوي كعائلة وأسرة أو أنت وأصحابك، الدنيا بصراحة هنا لذيذة جدا. بتبقى في فئة عمرية مش معينة بس. انا الصراحه عجبني البحر والهواء بتاعه، ومن اول يعني ما دخلت العلمين المباني لفتت نظري جامد، والالعاب الصراحه شكلها حلو والمكان شكله حلو قوي الصراحه. شكرا ليكم، نتمنى لكم اجازه سعيده.